التشريف والزائد بتاع إصدار خارج الجزية وإصدار الاجتماع الذي ترأى أسمانها فيها بالسهل تعدت الحكومة مشروعة. سيدنا الله ينصره اليوم يعني كعادته خطاب كان مؤطر وفي نفس الوقت محفز للشباب لأنه بدأ بالشباب وهذا من الأهمية بالمكان. وثانيا يعني كان هناك تأطير بالنسبة للأوراش الكبرى خاصة من الأوراش ذات الطابع الاجتماعي منهم التغطية الصحية والتعليم، ثم كان تأكيد على الورش ديال الماء اللي كان جلالة الملك حفظ الله عطى الانطلاقة ديالو واللي من خلاله كيطالب الحكومة أنها يعني تراقبه. وكانت الكلمة التي يعني جاءت باستمرار على لسان جلالة الملك حفظ الله هي الجدية، فأنا كان أعتبر على أن هذا خطاب موجه للمغاربة كاملة وموجه حتى الشركاء المغرب، وكانت واحد الكلمة موجهة إلى الشعب الجزائري وهذا وكانت كلمة مطمئنة بالنسبة للشعب الجزائري وكلمة اللي من كعادته الله ينصره كي يمد اليد للجارة الجزائرية باش يعني العلاقات بين المغرب والجزائر تعود إلى الحالة اللي كيتوخاها شعب المغرب وشعب الجزائر. باسم الساكنة ديال الدار البيضاء وباسم مجلس ديال العمالة ومجلس المدينة والجهة الدار البيضاء 16 كنهنيو سيدنا الله ينصرو صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله وإياه بالذكرى 24 لاعتلائه عرش أسلافه المنعمين. وبالنسبة للخطاب الملكي السامي دائما الخطاب الملكية ستكون هادفة ومركزة، والشعار ديال هذا الخطاب الملكي يمكن نطلقوا عليه اسم الجدية اللي ذكرت شحال من مرة في الخطاب الملكي السامي. الجدية في العلاقات، الجدية في العمل، الجدية في الإنجازات. ذكر سيدنا الله ينصروا على المشروع التنموي الوطني اللي غادي بواحد الخطى حثيثة وغادي لتحقيق الأهداف المرسومة. هذا سيدنا كذلك نصروا الله ينصروا على التوابيت الله الوطن الملك. هذا سيدنا كذلك الله ينصروا على الاعترافات المتتالية للدول العالم بصحراء بمغربية الصحراء، وآخر اعتراف دولة إسرائيل بمغربية الصحراء. وهضر سيدنا كذلك الله ينصره على أن من القضية القضية الثانية هي القضية الفلسطينية التي نتمسك بها وتحقيق الدولة الفلسطينية وعاصمته القدس الشرقية. هضر سيدنا الله ينصره كذلك على العلاقات المغربية الجزائرية وقال بأنها مستقرة، وعود ثاني نداء آخر للإخوان الجزائريين من أجل فتح الحدود من أجل التعاون الاقتصادي والاجتماعي. وهضر سيدنا كذلك على أن المغرب يسير في خطى ثابتة، وهضر على كذلك ربط المسؤولية بالمحاسبة وعلى الحكامة في التسيير وفي التدبير. وكنعرفوا سيدنا الخطاب ديالو السامية خطاب كتكون متميزة، خطاب هادفة، خطاب كتشجع على العمل وعلى الإنجاز وعلى الجدية وعلى المصداقية. الذكرى ديال 24 سنة الحكم صاحب الجلالة نصره الله وإياه وشفع الله من كل داء كان خطاب ديالو دقيق، وكان في الحقيقة يتكلم على البنية الاجتماعية الصحية الشغل وكذلك على المجتمع المدني، وخاصة ذكر كذلك الإنجازات السيارات الاثنين المغربيتين اللي كيشرف عليهم المغرب تمويل مغربي وهذا شرف لنا.
وكذلك تكلم على الجالة الجزائرية دائما يعني نداء وهو الصلح، وهو كذلك يشكر الجميع والقيادة الجزائرية ولا الشعب الجزائري والشعب المغربي، فهو شعب واحد. وكنشوف هذا الخطاب هذا عنده دلالات كثيرة على المسائل الاجتماعية وخاصة الصحة والشغل والشغل والصحة والتعليم كذلك.